مهم تكريم طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي لهؤلاء الابطال، وده اكيد بيبقى دافع معنوي بالنسبه لهم لتحقيق المزيد دايما من خلال ميداليات كتيره ان شاء الله في مختلف البطولات. علشان كده وفي نفس السياق ده خلينا نروح نستقبل على التليفون اللاعبه جيانا فاروق، لاعبه الكاراتيه بالنادي الاهلي. يا جيانا مساء الفل عليكي. مساء الخير، تحياتي ليكي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انا تمام. يعني كلمينا شويه. تقدري تأدي بالشكل المميز ده وفي الآخر تجيب لنا كمان ميدالية مميزة. والله أنا بالنسبة لي ممكن أكون مش مبسوطة قوي بالميدالية الفضة، يعني كان نفسي تبقى ذهب، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. إحنا بنستعد للدورة دي بقالنا 3 شهور تقريباً. يمكن بس كان ليها ظروف خاصة بالنسبة لي شوية، إن هي جت في فترة امتحانات. تمام. فكان الموضوع بالنسبة لي صعب إن أنا أذاكر وأتمرن. كمان عشان كنا في رمضان، فده كان برضو مأثر علينا، كان مخلي وحدات التدريب بتاعتنا أقل وقتها حتى أقل. أكيد. فكنا بنحاول نعمل على قد ما نقدر، كنت بحاول أتمرن على قد ما أقدر، والحمد لله يعني ربنا كرم بفضية. خسرت الماتش في آخر ثانية مع إني كنت كسبانة، بس الحمد لله ده نصيب. يعني أنت مش راضية عن الميدالية يا جيانا؟ هو الحمد لله طبعا، بس اكيد يعني هو بصراحه شيء كويس جدا منك ان انت يعني مش ده طموحك ان انت بس تحققي مركز ثاني او ميداليه فضيه، لا طموحك دايما الميداليه الذهبيه، وده اللي انت اكيد اتعودتي عليه من خلال تواجدك في النادي الاهلي. فانا مبسوط جدا بالكلام ده، لان انت ان شاء الله ده يكون دافع بالنسبه لك خلال الفتره المقبله. انت بتقولي كمان ان الاستعدادات قبل البطوله ما كانتش قويه قوي بسبب شهر رمضان، وده كان شيء طبيعي، لكن ان شاء الله الميداليه دي هتكون دافع ليك لتحقيق القاب وبطولات كتيره، وخصوصا انت حققتي وانت بطلة عالم في الاساس وحققتي 8 بطولات عالم، فبالتالي يعني ان شاء الله منتظرين منك المزيد دايما. يا رب، انا ان شاء الله هحاول اعمل اللي عليا اكتر من كده الفتره اللي جايه، وهحاول بقى اعوض اللي فاتني من التدريب في الوقت اللي فات، وان شاء الله في البطولات الجايه نعمل نتائج احسن كده. ان شاء الله باذن الله. طيب جيانا، يعني النهارده كان تكريم الرئيس السيسي بالنسبه لك وبالنسبه للحسن واللي حققوا ميداليات، اكيد قولي لي ده بيمثل لك ايه في حد ذاته؟ طبعا احنا كنا في غايه السعاده النهارده، يعني انا يعني ما توقعتش بصراحه ان يحصل تكريم رئاسي او تكريم رئاسي بالسرعه دي. فلما بلغونا من يومين تقريبا بموضوع التكريم دوت، انا انبسطت جدا. شفت ان هي لفته حلوه من سياده رئيس الجمهوريه ان يكرم الابطال كلهم اللي راجعين بميداليات. دي حاجه لينا احنا معنويا كويسه، يعني هتخلينا نشد اكتر علشان خاطر نجيب بطولات اكتر، فيحصل اكتر يعني اكتر من تكريم قدام. فالحمد لله كان كله مبسوط النهارده، وكنا كلنا سعداء ان احنا يعني اللي احنا عملناه او المجهود والانجاز اللي احنا عملناه بيتوج في الاخر بتكريم رئاسه الجمهوريه. اكيد شيء مميز ودافع معنوي بالنسبه لكم كبير جدا، لكن بالنسبه لك جيانا على المستوى الشخصي الفتره الجايه بتستعدي لبطولات ايه، والمشاركات اللي هتشاركي فيها وهتستعدي كمان ليها ازاي؟ عندنا ان شاء الله في اخر شهر 8 بطوله افريقيا، ودي بطوله عليها سكور كبير مؤهل لاولمبياد 2020 ان شاء الله. ان شاء الله. وعندنا ان شاء الله في شهر 11 بطوله العالم للكبار، برضو عليها سكور كبير، وبنسبة كبيرة يعني اللي هيجيب في الاثنين دول هيبقى موجود ضمن أولمبياد 2020 إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق ليك يا جيانا. طبعا جيانا فاروق لاعبة الكاراتيه بالنادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا، وبطلة مصر وبطلة العالم كمان، حققت بطولات عالم كتير جدا، وقدرت في دورة ألعاب البحر المتوسط إن هي تحقق الميدالية الفضية، وبطلة بيعقد عليها المصريين كلهم آمال كبيرة في مختلف المشاركات اللي بتشارك فيها.